ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصدر مطلع أن قطارا خرج عن سكته قبل قليل من يومه الجمعة مباشرة بعد وصوله إلى مدينة الدار البيضاء قادما من مدينة القنيطرة. وأوضح مصدر مطلع أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر بشرية أو مادية جسيمة، مشيرا إلى أن هذا الحادث تسبب في توقف حركة سير القطارات. هذا وأكد المصدر ذاته أن بعض رجال الأمن وموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية حلوا قبل لحظات بعين المكان لمعاينة الأسباب وراء وقوع هذا الحادث. أنتم أخوش ترى أنا بقى خطار على الناس أخوشي، فمساحكم أخوشي أنتم أنا بقي الناس ترى خطار على الناس، يعني كان بذي مراكب ولا شي حاجة اخترت أرواح كثيرة أو كان أخوشي. أنتم 2019 أخوشي شيخ، هذا غادي الكازابور يوم 4 جونفي 2019، دابر 8:40 أنا غير طالع في قنطرة ديال باب فاشة ديال الكور ديال الكازابور، شفت هاد المنظر هذا زعما كنقولو قال الناس ما كانوش راكبين، نديرو مثلا الناس راكبين اخوتي طرا هادشي طاح ارواح كثيرة عاوتاني وطراو مشاكل واعاقات مزال، يعني باقي في لون سيف تي باقا والو. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.